السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض عصير الكيوي بالبرتقال. سهل وبسيط ومش مكلف اي حاجة خالص، ومفيد جدا جدا للأطفال ومهم جدا جدا جدا. في ناس كتيرة جدا ما بتحبوش، بس هو لذيذ قوي 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 في العصير، والأطفال بيحبوه وبيساعد على حاجات كتيرة جدا هقولها في الآخر. والنهاردة الفيديو سهل وبسيط خالص خالص يعني، والعصير يكون جاهز معانا أقل من 3 دقايق بالظبط. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا 2 كوباية من عصير البرتقال، ونص كوب من السكر او عسل ابيض للتحلية، و4 حبات كيوي متقشر بالشكل ده. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجة معانا هننزل بعصير البرتقال ب2 كوباية عصير البرتقال بالشكل ده. وعليهم السكر او العسل الابيض، وعليهم 4 حبات من الكيوي بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نخلطهم مع بعض كويس جدا. شكله بعد ما طلع وضربناه بالخلاط بالشكل ده، هنبدأ ان احنا نصبه في كاسات او في اكواب عادي على حسب الرغبة بالشكل ده. اهو بالشكل ده. ولازم طبعا قبل ما يتشرب يترج كويس جدا هو وعصير البرتقال بالكيوي او اللبن بالكيوي، لازم يترجوا كويس جدا قبل ما يتشربوا. ولو انت حابة ان انت تخففيه عادي خففيه، ما فيهاش اي مشكلة. وطبعا بعد ما زيناها بالشكل ده اهو، وطبعا فوائده كتيرة جدا ومهمة جدا. اول حاجة بينشط عملية الهضم، وتاني حاجة بيساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، تالت حاجة بينشط الخلايا العصبية في الدماغ، وبيزيد النشاط والقوة البدنية ويمنع شعور بالحيوية كمان. رابع حاجة بيعالج الاصابة بالرشح والانفلونزا ونزلات البرد. خامس حاجة بيؤخر ظهور التجاعيد، كما يزيد نعومة الجلد ويمنع ظهور حب الشباب والبثور في الوجه. أتمنى أكون فدتكم النهاردة بمعلومة بسيطة، وبجد العصير ده مفيد جدا جدا للأطفال. وأشوفكم في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.